السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان حصة تدريبية للرجاء الرياضي بوجدة. وجرى فريق الرجاء الرياضي أول حصة تدريبية له بوجدة اليوم الخامس استعدادا لمباراة القمة أمام فريق نهضة بركان برسم جولة 28 من البطولة الوطنية. وقرر الطاقم التقني للفريق الأخضر إجراء حصة تدريبية بوجدة وترجع بعدها بعثة الفريق عبر الطائرة ليلة اليوم للدار البيضاء من أجل مواصلة الاستعدادات لمباراة القوية أمام بركان. وكان مقرر باش يسافر فريق الرجاء الرياضي مباشرة بعد نهاية مباراته أمام المولودية، إلا أن الطاقم التقني بقيادة جمال السلامي قرر إجراء حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء بمدينة وجدة قبل العودة للدار البيضاء والتحضير للقاء الموسم ضد فريق النهضة البركانية. لاعب رجاوي جمال السلامي لا دخل له في تراجعنا للدفاع. وفي التفاصيل قال عبد الجليل البوجديني احد مؤسسي موقع الانصار ديما ديما رجاء دادار ان لاعب رجاوي رفض يذكر الاسم ديالو نفى الادعاءات الرائجه حول مطالبه جمال السلامي اللاعبين بالعوده للدفاع مباشره بعد تسجيل الهدف الاول. وقال لاعب رجاوي بالحرف ان بعد تسجيل الهدف طالبنا المدرب جمال السلامي بمواصله الهجوم لتسجيل اهداف اخرى، لكن الضغط كبير بزاف على اللعابه ولينا بغينا غير نبقاو رابحين واخا غير بواحد. تشمتنا كنا نربحو بسهوله بسبب تضييعنا الفرص السهله امام الشباك، المسؤوليه كيتحملها كذلك الحكم اللي حرمنا من ثلاث ركلات جزاء واضحه. وختم لاعب الرجاوي الحوار ديالو مع الاخ البوجديني بتاكيده على عزم كل اللاعبين تحقيق اللقب هذا الموسم، وقال بالحرف البطوله ديالنا ان شاء الله. جماهير الرجاء الرياضي تشيد بنوح وائل السعداوي. واشادت جماهير فريق الرجاء الرياضي في مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بردة فعل نوح وائل السعداوي مهاجم مولودية وجدة بعد تسجيله الهدف في شباك انس الزنيتي، بحيث رفض يحتفل واكتفى بالوقوف بدون ما تبان فرحة التسجيل على الوجه ديالو كيتما موالف. وقارنت الجماهير الرجاوية بين لاعب نوح وائل السعداوي ومحسن ياجور بعد مقام هذا الاخير باحتفالية هستيرية بعد تسجيله على فريقه الام الرجاء ملي واجه نهضة بركان في لقاء الذهاب اللي كان تاب هدفين في كل شباكة، الامر اللي خلاها تنتقدو بشدة لعدم احترامه للسنوات اللي قضاها في الفريق الاخضر. بالمقابل لاعبين اخرين بالرغم من تسجيلهم في شباك انس الزنيتي رفضوا يحتفلوا، وكان اخرهم ياسين الصالحي ونوح وائل السعداوي بالامس، هذا الاخير اللي منتظر باش يحمل قميص فريق الرجاء الرياضي ابتداء من الموسم المقبل بعد توقيعه رسميا في كشوفات الفريق الاخضر لمده 3 مواسم بحكم انتهاء العقد ديالو مع فريق مولودية وجدة بنهايه الموسم الحالي. هذه حقيقة مغادرة أنس جبرو لفندق إقامة الرجاء غاضبا، ونفى مصدر رجاوي المسؤول أنه يكون أنس جبرو لاعب الفريق الأخضر غادر مقر إقامة الفريق بسبب غضبه لعدم اعتماد الطاقم التقني بقيادة جمال السلامي عليه في المباراتين الأخيرتين. ووضح عضو مسؤول في اتصال هاتفي مع أحد المنابر الإعلامية أن أنس جبرون غادر الفندق للخضوع للفحوصات الطبية أول أمس الأربعاء، ومنتظر باش يجري فحوصات طبية جديدة اليوم الخامس. ويخضع الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي أنس جبرون مهاجم الفريق الفحوصات الدقيقة بالرنين المغناطيسي اليوم الخميس بعد ما ظهرت الفحوصات اللي خضع لها الأمس وجود إصابة في العضلة الخلفية الفخيضة. وقرر الطاقم الطبي إعادة الفحوصات لإعطاء تشخيص دقيق لإصابة جبرون وتحديد ما إذا كانت الإصابة عادية أو أنها غتحتاج لفترة راحة مع العلاج. وكان غاب أنس جبرون على قمة فريق الرجاء الرياضي أمام مولودية وجدة اللي تجرات بالأمس بسبب الإصابة اللي أحس بها ومنعته من مرافقة الفريق الأخضر لوجدة في انتظار نتائج الفحوصات اللي غتحدد موعد عوده اللاعب المذكور للتدريب رفقه المجموعه الرجاويه، عكس ما جاء به تسجيل صوتي مسرب نشرته احد الصفحات الوداديه وكتزعم انه من احد منخرطي فريق الرجاء الرياضي اللي قال بلي انا جبرون غادر فندق اقامه الرجاء الرياضي غاضبا من قرار جمال السلامي بابعاده عن المباريات. واكد عضو مسؤول فريق الرجاء ان التسجيل الصوتي ما كيعني حتى واحد من مكونات الفريق الاخضر، والهدف ديالو هو التشويش فقط على مصالح الفريق في نهايه البطوله. هذه هي المباريات المتبقيه لفرق المقدمه، ودخلت البطوله الوطنيه هذا الموسم مراحل الاخيره بحكم تبقي 3 دورات فقط على نهايتها. اللقب محصور بين ثلاثي المقدمه الرجاء الرياضي الوداد ونهضه بركان، النسور الخضر متصدرين البطوله براسي 53 نقطه بفارق نقطه واحده الغريم التقليدي و3 نقاط على نهضه بركان. كل فريق في الثلاثي المذكور مازال ليه مباريات صعبه للغايه، فريق الرجاء الرياضي مازال ليه لقاء ضد نهضه بركان بمركب الرياضي محمد الخامس، ولقاء ضد اولمبيك خريبكا خارج الميدان، والدورة الأخيرة ضد الجيش الملكي بالدار البيضاء. الغريم التقليدي متبقي ليه لقاء خارج الميدان ضد حسنية أكادير، ولقاء بمركب الرياضي محمد الخامس ضد سريع وازم، وغيختم مبارياته ضد الفتح الرباطي بمدينة الرباط، في حين نهضة بركان غيواجه الرجاء الرياضي بالدار البيضاء وفريق المغرب التطواني في بركان، والدورة الأخيرة ليه غتكون ضد فريق أولمبيك أسفي في ملعب المسيرة بمدينة أسافي، مباراة صعبة للغاية. نتمنوا أن فريق الرجاء الرياضي يحسمها لصالحه إن شاء الله لتحقيق لقب البطولة الوطنية بحكم أن مصيره بين يديه، 9 نقاط كتعني الفوز باللقب بدون انتظار نتائج المطاردين.
رسميا الرجاء الرياضي يضمن مشاركة إفريقية الموسم المقبل، وضمن فريق الرجاء الرياضي أمس الأربعاء مشاركة إفريقية خلال الموسم الكروي المقبل. وبعد ما وصلوا النصر الخضر للنقطة 53 في صدارة البطولة الوطنية لحد الآن، ضمنوا رسميا على الأقل مشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي في انتظار ضمان مقعد في دوري أبطال إفريقيا والفوز بلقب البطولة الوطنية إن شاء الله. أكيد أننا المقعد الثالث ولا الثاني اللي كيمنح مقعد في أصفاد الأبطال ما غيرضيوش مكونات الرجاء الرياضي اللي ما غطرداش حاليا سوى بإنهاء البطولة الوطنية هذا الموسم في المرتبة الأولى وتحقيق اللقب رقم 12 في تاريخ النادي إن شاء الله. صحيح أن كلنا ما راضيش على النقاط اللي كيضيعوا مؤخرا واللي كانت تقدر تعطي رسمية البطولة الوطنية للرجاء قبل دورات من النهاية، لكن كمشجعين ما عندناش خيار آخر من غير مواصلة التشجيع والدعم ونشر الروح الإيجابية بين اللاعبين، حيت حاجة أخرى ما غادي تفيد بوالو من غير أنها تزيد الضغط على اللاعبين أكثر ما هو كاين. الجماع بين جواد زياد ولاعبي الرجاء الرياضي قبل قمة بركان، وفي تفاصيل الخبر غيجتمع جواد زياد رئيس فريق الرجاء الرياضي مع لاعبي والطاقم التقني للفريق قبل مباراة الرجاء الرياضي الأحد المقبل ضد النهضة البركانية في قمة الجولة 28 من البطولة الوطنية واللي غتحدد بشكل كبير ملامح بطل هذا الموسم. المباراة المذكورة غيحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة 7 مساء الأحد المقبل، وأفاد مصدر مطلع أن دعم كبير كينتظر لاعبي فريق الرجاء الرياضي خلال نهاية الأسبوع الحالي، سواء أعضاء المكتب المسير أو المنخرطين وكذلك لاعبين سابقين استعدادا لمباراة النهضة البركانية، إذ كيسعى الرجاء الرياضي لحسمها لتقريب الفريق أكثر من لقب الدوري. ومن المرتقب باش يوضع المكتب المسير لفريق الرجاء من حمالية مهمة للاعبيه في مباراة نهضة بركان واللي غتقرب اللاعبين من المنحة المالية الكبيرة في حالة الفوز المخصصة بلقب البطولة الوطنية، إذ غيكون اجتماع الرئيس جواد زياش مع المجموعة مخصص للحديث على العديد من الأمور المالية الخاصة بهذه الظرفية من الموسم الكروي. بعد تصريحه بخصوص حضور الجمهور سفير مصري يوضح، وأكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية أنه من الصعب تواجد الجمهور في مباراة الرجاء الرياضي ضد الزمالك المصري ذهابا وإيابا بسبب الظروف الصحية، وقال بالحرف ما كنتوقعش حضور الجمهور في المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا خاصة في حالة عدم السماح للرجاء باستقبال مباراته بالجمهور بحكم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف غيرفض عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإلا تم منع الجمهور الرجاوي من حضور لقاء الذهاب فكذلك يكون الجمهور المصري محروم من متابعة لقاء الإياب من الملعب. هذا وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد في أحد الخرجات الإعلامية أن جمهور الفريق المصري غيكون حاضر بالملعب لتشجيع الفريق الأبيض وحسم التأهل نهائي دوري أبطال إفريقيا. من جهة أخرى بخصوص توقعاته للمباراة أكد أشرف إبراهيم السفير المصري أن الزمالك والرجاء عارفين بعضهم البعض وحافظين نقاط ضعفهم وقوتهم، لكني متفائل بالفريق المصري حيث استطاع في المباريات الثلاثة أنه يحقق الفوز والتعادل في مباراتين بينما خسر مباراة واحدة بعد التوج باللقب من برج العرب. رجاوي بالطاقم الجديد لاليلوزيتش بالأسود، وكشف بايدا ليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي قبل قليل عبر تقنية الفيديو على الطاقم التقني الجديد للنخبة الوطنية وذلك قبل المعسكر الإعدادي لأسود الأطلس. وعرف الطاقم التقني الجديد تواجد الحارس السابق لفريق الرجاء الرياضي مصطفى الشاذلي كمساعد مدرب الحراس المرمى أكثر حارس محلي حصولا على الألقاب، بحيث كان رفقة جيل رجاوي حصد الأخضر واليابس بطولات كؤوس عرش دوري أبطال إفريقيا كأس الكاف بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية بالبرازيل، وسبق الشاذلي ودرب تحت إشراف علي لوزيتش مع فريق الرجاء الرياضي موسم 1997-1998 وحاز معه على لقب دوري أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية. جدير بالذكر أن فايدا ليوزيتش على اليوم كذلك على اللائحة النهائية للمستعدات للمباريات الودية اللي غيخوض المنتخب المغربي هذا الشهر، وكيف سبق وشرنا فاللائحة عرفت إعفاء أنس زنيتي بدر بانو وسفيان الرحيمي بالإضافة للاعبين المحليين الآخرين من المعسكر الإعدادي للمنتخب في أفق المشاركة مع فرقهم في المباريات المتبقية من البطولة الوطنية اللي بلغت مراحل الحاسمة. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.